طيب بالنسبة للناس اللي هي بتستعجل على الحمام اللحم، اللي قال لي عايز 10 جواز واللي عايز 15 جوز واللي عندي 20 جوز، فطبعا اللي عايز 20 جوز احنا ما عندناش الكميات الكبيرة دي، لان اي حاجة بنجهزها بنعرضها للبيع. فالفترة اللي فاتت طبعا مشاكل الحر ومشاكل الصيف، انا كنت منزل معظم الحمام ده من السلكات، مخرجه من السلكات، بريحه في اللي قصيت جناحه ونقلته في مكان تاني عشان ايه اخره في البيت شوية وعطله. مشينا معاه بادوية كتير وحاجات ترفع مناعة الحمام، بحيث ان احنا نرفع مناعة الحمام لان احنا قربنا على موسم الانتاج. ان شاء الله مش هنبيع حمام من ده، السلكات ان شاء الله عمرتها تاني اهو، لكن مش هخرج منها حمام الا بعد ما نجيب التحصينات اللي هي بنعطيها في الموسم. ان شاء الله يا رب التحصينات تيجي في شهر 9، وان اتاخرت عن كده برضو مش هنخرجها الا ما نعطي التحصينات كامله، عشان اللي ياخد حاجه ياخدها محصنه تمام. السلكات متعمره بالحمام كله شغال، وفيه برضو في الشباب اللي هي على الارض والحاجات دي شباب. ان شاء الله بعد ما نفضي بنبيع طبعا اللي في السلكات الاول، بعد ما نبيع اللي في السلكات ونفضيها نعمرها تاني بحمام من الشباب اللي هو في الارض، اللي في الارض سايبه زي كده. والمكان ده برضو كل دي شباب ان شاء الله على وش شغل، بس انتوا عارفين طبعا طريقتي، ما ببيعش حاجة الا ما بخليها تبيض عندي اول عش وبعد كده اعرضها للبيع. ان شاء الله السلكات دي كلها اللي في السلكات كلها هنفضيين بيعه، ونسكن مكانهم برضو الشباب دي علشان نبيعه باذن الله، وادعوا لنا بالبركة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشون، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة هنتكلم شوية عن الحمام اللحم اللي بختم الشركة الفرنسية، والمشاكل والتعليقات اللي بتجيلنا الناس اللي بتتهمنا بالكذب والتزوير، اللي بيقول إن مش الختم ده مش ختم أصلي والختم مضروب وبسخرية يعني. طيب هنتكلم ونوضح كل حاجة، بس ارجوك اعمل لايك للفيديو قبل ما نبدا الفيديو. في حد كمان كان شافنا فيديو قصير، شافت كتب لي تعليق. طبعا صاحبنا شاف فيديو قصير وانا برش البيضه كده بالميه قبل الفأس، البيضه كانت نقره وبرشها كده بالفأس عشان اسهل انها تطلع من البيضه. طبعا كتب تعليق بقلة ذوق وشتايم تانية يعني، وبقول ان احنا لو مسكنا البيضه بايدينا البيضه بتبوظ، لو ايدينا مبلوله ومسكنا البيضه البيضه بتبوظ. لا هقول له بس انت اللي معلوماتك على قدك، يعني انت ما تعرفش، ما تشتمش الناس وانت ما تعرفش، اتعلم تربيه حمام، اتعلم فرخ الحمام، وبعدين تعالى اشتم الناس وهاجم الناس. تمام؟ طبعا انا عملت ابلاغ على التعليق بتاعه، مش طبعا ما ينفعش ان انا انشره لكم تشوفوه، لان الحاجات اللي فيها سفه احنا الناس اللي معانا ناس محترمين ما يصحش ان هم يشوفوا الحاجات دي، لان اليوتيوب بيعمل حمايه لاصحاب القنوات، فما ينفعش اي حد يدخل يشتم كده. عايز تنتقد انتقد، اسال واحنا نرد عليك، احنا بنرد على كل التعليقات، كل شيء وله طريقه. يمكن انت ما تعرفش، انت بتخاف تبل البيضه، بتخاف تمسك البيضه، الحاجات دي لا اساس لها من الصحه. البيضه دي لسه طازه، ما فيش حمام رقد عليها، فما فيش خوف منها ان انت ترش عليها ميه. تمام؟ اخر 3 ايام لو رشيت البيضة مية يفضل، لان الفقاسات البيض اصلا في الفقاسات الاوتوماتيك بيزودوا مليها الرطوبة، فاحنا ده اللي احنا بنعمله، بترشها مية في اخر 3 ايام قبل الفقس، مفيش خوف عليها، بتساعد البيضة ان هي تفقس. يعني لو عملت الحكاية دي اليوم 16 و17 و18 بدون ما تفتح للزغلول ولا اي حاجة، انا ما بفتحش للزغلول، انا برش البيض. تمام؟ نرجع بقى لموضوعنا اللي هو الحمام اللي بختم الشركة الفرنسية. التاني طبعا اللي هو التعليق تاني برضو اللي هو بيعلق بقلة ذوق برضو، وبيتهمنا بالكذب، اللي بيقول ها طبعا هسيب لك الصورة دلوقتي، هذا ليس ختم الشركة الفرنسية، هو أي حمامة مختومة وخلاص، ولا أنت بتكلم ناس مختومة. طبعا الكلام ده ما يصحش ان انت تقوله، انت ما غلطت فيا لكن ما تغلطش في المشاهدين بتوعي، الناس اللي معانا ناس فاهمة وناس عارفة ان احنا بنكلمهم بكل ثقة وان احنا ما بنضحكش على حد. ثم انا صورت الحمام ده، الفيديو اللي حضرتك شفته وبتعلق عليه عند الاستاذ احمد بركات، جايب الحمام ده وهو جاي من الكويت. اذا كانت الحمامة بختم مغشوش فهو حمامه ما عرضناهوش للبيع، واذا كانت بختم اصلي فهو حمامه برضه ما عرضناهوش للبيع. تمام؟ فاذا الموضوع ما يضرش حد، لكن برضه احب اقول لك ان الحمامة لها ختمين، انت شفت ختم او ما دققتش في الختم او التصوير مش واضح، لو انت كنت قريب مننا او الاستاذ احمد كان موجود هنا
في دمياط، لكن هو دلوقتي في الكويت. تعرفين ان انا في دمياط والاستاذ احمد جاري بيني وبينه بلد قريبه، فهو عنده الحمام اللي بالختم ده، احنا صورناها عنده. لو هو كان راجل بيفهم في الختم وعايز يشوف الختم كنا ورينا له الختم الاصلي فعلا. اللي هيقول لي طب انت عندك جبت حمام اللي بالختم؟ لا انا ما جبتش الحمام اللي بالختم. ليه انا اجيب الحمام اللي بالختم؟ هي الحمامة فرنساوي فعلا وحمامة بالختم، لكن انا هكلف 15000 جنيه عشان اجيب قص حمام لاحم عشان هو بالختم. طب انا هبيع لك من زغليله بكام؟ فانا ما جبتوش. انا اللي يسالني يعني طيب انت صورت؟ انا صورته فين؟ صورت عند الاستاذ احمد بركات الحمام بالختم، وبعد كده صورته عند الاستاذ هاني الغالي برضه بالختم، واخينا حسين في الكويت بعت لي برضه فيديوهات الحمام بالختم لو عايز تشوف الختم وتتاكد. الاستاذ ابو عيد برضه في الكويت، اخونا ابو عيد في الكويت برضه بعت لي الحمام اللي بالختم. كل الفيديوهات دي موجوده على القناه، لو عايز تشوفها هتلاقيها. احنا بنتكلمش وخلاص، الكلام بتاعنا كله موثق بالفيديوهات. هسيب لك برضه رابط الفيديو اللي هو علق عليه عشان تقرا التعليقات اللي اخينا قال عليها وبيتهمنا بالكذب والخداع، تمام؟ وانت احكم علينا. طبعا هو قال الكلام ده ولا انت بتكلم ناس مختومه؟ طبعا ما يصحش، اسلوب غير راقي تماما. الناس اللي معانا متعوده مننا على الاحترام. فانا رديت عليه وقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. انت ما انتش متاكد من حاجه ما تتكلمش، قال لما تكون متاكد يبقى بعد كده اتهمني يا عم زي ما انت عايز. قلت له برضه ان الاستاذ احمد ما عرضوش للبيع، وان انا كمان ما عرضتوش للبيع، وان هو مش للبيع اصلا الحمام اللي بالختم، تمام؟ عشان اتهمتنا بالكذب والغش، هنغش ليه طالما ان احنا مش بنبيع منه؟ وهو هنا مصر برضه ان احنا كذابين، بيقول لي يا صديقي النبي نهى عن الكذب والغش وانت كذبت على الناس، هذا الختم الظاهر في الفيديو ليس ختم الشركه الفرنسيه، انت مفكر المشاهدين جهله؟ لا يا سيدي، لك الجاهل هو اللي يتهم الناس بالباطل. لا طبعا كل الناس اللي بيشاهدونا فكرهم اكبر من فكرك وبيثقوا فينا لاننا بنعطيهم المعلومات صح، ما بنقولش لحد على معلومه غلط. ثم انت بتقول النبي نهى عن الكذب والغش، والنبي ايضا نهى عن اتهام الناس بالباطل. النبي ما قالكش اتهم الناس بالباطل، معاك دليل؟ قول لنا، ورينا الختم اللي هو الختم الاصلي، هات لنا دليل. وطبعا الاستاذ احمد بركات رد عليه برضه اللي هو انا مصور عنده الحمام وهو حاليا في الكويت، ربنا يبعته بالسلامه ان شاء الله. طبعا تعليق طويل فانا اقول لك حته منه، قال اثبت عكس كلامنا وبلاش اتهام بالباطل، ولو انا موجود في مصر حاليا كنت عزمتك ان انت تيجي وتشوف الختم بنفسك وتقول ان هو ختم حقيقي ولا ختم مغشوش. طبعا هنا الراجل ما عندوش دليل على اتهامه، قال ان هو راسلت الشركه وبعطيك الرد من الشركه الفرنسيه، الان اول ما يردوا عليا الفكره ان الختم اللي في جناح الحمامه غير الختم اللي الشركه بتختم به الحمامه. اللي عاوز اقوله ان مش اي حمامه مختومه من فرنسا تبقى من شركه جيريمو. يعني هي مشكلتك ان هي مش من شركه جريمو. طب ما ممكن يكون في فرنسا اكتر من شركه، ما احنا عندنا مثلا الشركات اللي بتنتج الكتاكيت شركات كتير قوي، يعني مش لازم تكون شركه واحده، ممكن يكون اكتر من شركه ويكون اكتر من كل شركه لها ختمها. لكن هي حمامه فرنسيه فعلا بالختم، معرفش مش متاكد من الحته دي، لكن انت كده بدات تمشي في الاتجاه الصحيح. هات الدليل واحنا بنستناك. طبعا من وقتها ما عادش رد علينا، احنا بننتظر منه ان هو يرد علينا ويجيب لنا الدليل اذا كنا احنا صادقون او كاذبون، وطبعا هو مدين لنا بالاعتذار. ويا رب يجيب الدليل ان شاء الله الشركه ترد عليه ويبقى يقول لنا. طبعا الكلام ده بقاله 3 ايام وهو لسه ما ردش، فبيقول الشركه هترد عليه ويرد عليه. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.